الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله آصالا وبكورا سبحان ذي العظمة والجلال سبحان المتوحد باستحقاق نعوت الكمال سبحان المنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال سبحان من تصدعت من خشية عظمته وجلاله صم الجبال سبحان من ملأت عظمته القلوب سبحان من ملأت عظمته القلوب عظمته القلوب والأسرار سبحان من احتجب بحجاب عزه عن أن تدركه الأبصار سبحان من نصب على وجوب وجوده البراهين والدلالات سبحان من لا تحيط به العقول ولا العبارات سبحان من أظهر العوالم بسلطان القدرة والتكوين سبحان من رفع السماوات بغير عمد وزينها للناظرين سبحان من قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تعالت أصوات الخلق بالتكبير الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء بالرحمة في هذا اليوم الكبير الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير نحمده حمدا كثيرا ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فقد دعتنا الآية الكريمة إلى صوم رمضان شهر القرآن والهدى والرحمة وها نحن يا ربنا قد صمنا أو صام المستطيع منا وترخص من فتحت له يا ربنا برحمتك وفضلك باب الرخصة والتيسير ودعتنا الآية الكريمة إلى إكمال عدة الشهر ولتكمل العدة فها نحن يا مولانا قد أكملنا العدة كما أمرتنا ثم دعتنا الآية الكريمة إلى تكبيرك وتعظيمك في هذا اليوم الجليل ولتكبروا الله على ما هداكم وها نحن يا ربنا نمارس ما دعوتنا إليه في خشوع وخضوع وإجلال بفضلك وبفضل هدايتك وتوفيقك ثم علقت الآية الكريمة رجاءنا وأمالنا بأن نكون من الشاكرين المقبولين عندك ولعلكم تشكرون فاللهم اجعلنا من الشاكرين المقبولين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ثم بشرتنا يا رب العزة بعد هذه الآية مباشرة بشرتنا بقبول دعائنا وتحقيق أمالنا ورجائنا في عفوك ما كان من الإيمان بك
والاستجابة لأوامرك واتباع سنن الرشد الذي سننته لنا، فقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي أنه قريب منا بالإجابة، يجيب دعاءنا ويقبل عبادتنا كلما صح منا الإيمان به والإجابة لأمره واتباع محجته الهدى والرشد التي بيّنها لنا بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وافيا. فليس تركيب الآيات وترتيبها على هذا النحو بخال من الحكمة، وإنما هو تركيب يعبر تعبيرا أكيدا واضحا عن استحقاق الداعين لأن يستجيب الله لهم. أليسوا قد صاموا الشهر كله وقاموه؟ أليسوا قد عصموا أنفسهم وجوارحهم من ارتكاب المعاصي؟ أليسوا قد أحسنوا إلى الفقراء والمساكين قدر الاستطاعات والإمكان؟ وأقل ذلك دفع ما أوجبت عليهم من زكاة الفطر؟ أليسوا قد لبوا نداء الله حين هبوا من رقادهم اليوم مكبرين مهللين حامدين شاكرين؟ ثم أليس يا رب قد أحسنوا إلى دينك حين نهض القادرون منهم كل في ميدانه بإقامة هذا المكان العظيم باذلين فيه ما بذلوا من جهد وطاقات؟ ثم إنهم فعلوا كل ذلك وغيره معه عن إيمان بك واستجابة لأمرك واتباع لسنن الرشد الذي سننته للمتقين من عبادك. أليسوا بعد هذا جديرين بأن يستجاب دعاؤهم إذا ما دعوا الله سبحانه وهو منهم قريب؟ فما عليهم إلا أن يقدموا مطالبهم التي لا يقدر على تحقيقها إلا الله القادر الحكيم، خاصة إذا ما كانت المطالب مباحة وكانت منبعثة من قلوب مؤمنة وأفواه نقية ومشاعر تقية وألسنة رطبة بذكر الله، وتلكم هي شرائط الدعاء المستجاب. أيها الإخوة المسلمون، هذه المعاني المستمدة من كتاب الله هي أول ما ينبغي أن يخطر ببالكم في يوم العيد بمضمون أو بمفهومه الإسلامي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. واعلموا رحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجرا وجد لسكان المدينة عيدين يلعبون فيهما ويمرحون، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. كان ذلك في السنة الثانية للهجرة وأول صلاة عيد صلى الله عليه وسلم كانت عيد الفطر، فجعل عيد الفطر احتفال بنزول الوحي وصيام رمضان وقيامه، وجعل عيد الأضحى احتفالا بختم الوحي حيث نزل عليه في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا ترون أيها السادة أن الوحي افتتح بعيد واختتم بعيد، ولم يربط الإسلام الأعياد بالأشخاص
مهما عظموا، لأن الأشخاص يزولون وتزول معهم أعيادهم على الغالب. وإنما ربط العيد بالإسلام بمناسبة عامة هي أول نزول الوحي وإتمام فريضة الصيام، وهي ثاني اختتام الوحي وإتمام فريضة الحج، كما لم يربطه بمناسبة دنيوية، لأن مناسبات الدنيا وأعراضها كلها إلى زوال أو تبديل وتغيير. ولم يكثر الإسلام من الأعياد في الأمة الإسلامية، بل اقتصر على هذين العيدين في كامل السنة، حتى لا تكون كثرة الأعياد عائقة للمسلمين عن العمل والكسب المباح والتقدم والنهوض بأعباء الحضارة المادية والروحية. ومما ينبغي أن يستخلصه الملاحظ المعتبر أن العيد في الإسلام موصول بمعاني الآخرة، أحدهما بعد عبادة الصيام، والآخر بعد عبادة الحج، لإشعارنا بأن العيد غير مقتصر على مظاهر التسلية المؤقتة واللهو البريء، وعليه فلا مانع من أن يمارس المسلمون في العيد التسلية المباحة واللهو البريء من الإثم، بل من حقهم وخاصة الأطفال أن يتمتعوا بالغناء العفيف والمرح التقي والمرح النقي، لأن ذلك يريح النفس بعد كد العبادة ويعبر عن شعور الفرحة المشروعة بالعيد، ويجدد النشاط للقيام بأوامر الدين وعمل الدنيا، غير أنه من الواجب علي أن أنبه إلى أن ما يفعله الأجانب في أعيادهم من إطلاق للعزائم وممارسة للفوضى في السلوك في غير تحرج ولا حياء وتجاوز للمألوف من العادات الإنسانية الحميدة الموروثة، كل ذلك يتنافى مع العيد في مفهومه الإسلامي، ويعد ارتكاسا وعودة إلى الجاهلية لا تحضرا ولا تمدنا، كما يزعم من يفعل ذلك منا تقليدا أو تملصا من ثوابت القيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولا نتحدث عن أولئك الأقوام الذين يترقبون خروج شهر رمضان، فإذا ما خرج أفسدوا توبتهم وتركوا صلاتهم وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان في ممارسة الخمر وغشيان ميادين الدعارة والرقص واللهو المريض والاختلاط غير المقيد بقيود الإسلام. لا نتحدث عن هؤلاء الرهط من الناس، فهم قد هدموا ما بنوا وأفسدوا ما أصلحوا وقطعوا صلاتهم بربهم، تلك الصلات التي متنوها ودعموها طيلة شهر الصيام ولياله. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونلجأ إليه في هذا اليوم الذي وعد فيه الصائمين بتسلم جوائزهم وتقبل دعائهم. نلجأ إليه سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه ألا يجعلنا من هذا الصنف الضال من عباده، وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادتنا دنيا وأخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه ليس سعيد من أدرك العيد ولبس الجديد وركب السيارة الفخمة وخدمته العبيد، إنما السعيد
من اتق الله فيما يبدئ وما يعيد وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد ونجي من نار حرها شديد وقعرها عميق البعيد وطعام أهلها الزقوم وشرابهم الصديد ولباسهم القطران والحديد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فمن حفظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم ببر الوالدين وصلة الأرحام ونبذ الحزازات والأحقاد المفرقة والأوهام، كما أمركم بالصبر عند فجائع الأيام والإحسان إلى الضعفاء والأرامل والأيتام. قال تبارك وتعالى: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واجتنبوا رحمكم الله السبع الموبقات المهلكات، وهي كما ورد في الحديث الصحيح: الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات. وفي رواية أخرى في الصحيح زاد فيها: وعقوق الوالدين واليمين الغموس أي اليمين الفاجرة وقول الزور أي شهادة الزور. أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، بقي علي أن أحدثكم عن سورة عيدكم هذا كما ورد وصفه في الحديث وكما وعما ينتظركم من جزاء ربكم الكريم الوهاب إذا خلصت منكم النوايا وصفت القلوب وصدقت العزائم في إعلان التوبة وعفت الجوارح عن محارم الله. أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، فهو يوم تقام فيه الحفلة بين الأرض والسماء، تشترك فيها الملائكة من الملأ الأعلى والطائعون من عباد الرحمن، ويقدم الله لهم خلال هذه الحفلة أو بعدها جائزة التوفيق في عملهم. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على ما منحكم الله من فضله وكرمه، ولا تفرطوا في جائزتكم هذه بالعصيان أو التكاسل والخذلان. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك أن تمنحنا في هذا اليوم العظيم جائزتنا كاملة المستوفاة غير منقوصة كما وعدتنا على لسان رسولك الصادق المصدوق. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعند المسألة وعند لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلمة تذكر قائلها بعظمة الله وسلطانه.
فتصرفه أن يقع في المخالفة عن أمره وعصيانه، وتحمله على طاعة الله تعالى جده وتعاظم مجده، وتعرف العبد المؤمن قدره، وتشرح للتواضع صدره. سبحانه له العظمة والكبرياء، القائل فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أقذفته في النار، أي أهنته وأذللته وأهلكته. ونشهد أنه لا إله إلا هو الملك الحق المبين الرحمن الرحيم، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كل الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أؤكد عليكم بالدعوة إلى تقوى الله تبارك وتعالى، فإنه خير زاد يدخر. قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وطاعته وطاعة رسوله امتثال لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يحول بين المرء وقلبه، أي يصرف القلوب كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها. وفي الحديث: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ولقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فقد دعاكم سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات إلى طاعة الله والاستجابة لله وللرسول، إذ دعاكم للخير الذي يحييكم ويعلي من شأنكم بين الأمم، ونبهكم إلى أنه القادر على التصرف في قلوبكم كيف يشاء، وأنه إليه تحشرون في يوم لا ريب فيه، كما دعاكم إلى اتقاء الفتن وتجنبها ومقاومة أصحابها المفسدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا ينزل بنا عقاب الله وعذابه الذي لا يصيب الظالمين المفسدين فقط، بل يعم المفسدين والساكتين عن تغيير الفساد ورضعه ومقاومته. كما تدعوكم الآيات إلى العبادة والمواظبة عليها، وخاصة الصلاة والزكاة، وتدعوكم بوجه خاص إلى فعل الخيرات عموما، كإطعام فقراء المسلمين وإكسائهم وسد حاجاتهم وسقيهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود: أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ
سقاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. كما دعاكم للجهاد في الله حق جهاده، سواء كان الجهاد أكبر، أعني جهاد النفس وكبح غوايتها، أو جهاد العدو ببذل المال والنفس حفاظا على الدين وحرمة بلاد المسلمين. كما دعتنا الآية الكريمة إلى الاعتصام بالله والتمسك بحبله المتين، هو مولانا الحق المبين الذي رفع عنا الحراج في الدين وجعلنا على ملة أبينا إبراهيم الأمين، وهو الذي تفضل فسمان المسلمين من قبل، أي في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن، ليكون الرسول شهيدا علينا بتبليغ الدعوة، ونكون نحن شهداء على الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغوهم دعوة ربهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، وجنبنا مزالق النفس والشيطان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا علما واسعا، واجعل علمنا صحيحا نافعا، نستمده من كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك التوفيق لشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إننا نسألك إيمانا صادقا، وقلبا خاشعا، وعلما متقبلا، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إننا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وسوء المصير. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال حكامنا وسائر حكام المسلمين، وانصرنا وانصر إخواننا الفلسطينيين على عصابات الصهيونية الماكرين الحاقدين، وأوحد كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوفهم، وأحقن دماءهم، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم إمام البلاد محمد السادس، اللهم كن له ولي ونصيرا ومعين وظهيرا. اللهم كن لنا وله بما كتب لعبادك الصالحين. اللهم وفقنا وإياه للعمل بكتابك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد نبي الرحمة ومعدن الحكمة الهادي بأمرك إلى صراطك المستقيم، وارض اللهم عن أهل بيته وعشيرته لا سيما أمهات المؤمنين وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فنشروا في الناس الدين وبلغوهم رسالة نبيه الأمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كفى بك ولينا كفى بك ناصر يا خير الناصرين. واغفر لمن حضر هذا المجلس وغاب عنه من إخوان المؤمنين،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا رحمكم الله فتصافحوا وتسامحوا وتناصحوا. التي ستتوصل Thank you.